في ظل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين المحتلة، أعلنت لجنة الطوارئ العليا تشديد آليات الرقابة والمخالفات على الالتزام بإجراءات الوقاية من أجل الحد من انتشار الفيروس، خاصة مع عودة الطلاب إلى المدارس. في ظل الارتفاع الحاد والمتواصل بأعداد الإصابات بكورونا، اتخذت الحكومة الفلسطينية عدة إجراءات من أجل الحد من تفشي الفيروس، معظمها يتعلق بتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح المضاد لكورونا. إن عدم تلقي المطاعيم ليست مسألة حرية شخصية، إذ تنتهي حريتك عندما تتسبب هذه الحرية بالضرر بصحة الآخرين، ولا سيما الفئات الأولى أو والأولى بالرعاية كالمرضى وكبار السن الذين هم أكثر عرضة للفيروس. اتخذ مجلس الوزراء قراراً دخل حيز التنفيذ بإعطاء إجازة بدون راتب للموظفين الرسميين الذين يرفضون أو الذين لم يتلقوا التطعيم من فيروس الكورونا حتى انتهاء الوباء. وبالتزامن مع دخول الأراضي الفلسطينية الموجة الرابعة من الفيروس المتحور بحسب ما أظهرت آخر المؤشرات، أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات وخاصة في المناطق المغلقة، بحيث ستكون هناك عقوبات مالية لمن لا يلتزم، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين واستقرار الاقتصاد. العودة إلى المخالفات خاصة في الأماكن المغلقة، يعني تم التركيز في القرار الأخير على موضوع الأماكن المغلقة اللي هي طبعا نحكي على المطاعم، صالات الأفراح، المقاهي، أنه يكون نسبة الإشغال فيها 30%، وأيضا الكمامات، التزام الكمامات في وسائل النقل وفي الأماكن المغلقة مثل البنوك والشركات اللي بيرتادها العديد من الزبائن يعني يوميا، واللي بيحتاجوا كثير من المعاملات، وكذلك في المؤسسات الحكومية لابد من ارتداء الكمامة. ستعود المخالفات في الشارع الفلسطيني. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم عن تسجيل 1788 إصابة خلال 24 ساعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن ومع هذا الارتفاع تحذر الجهات المعنية من التهاون بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي. من مدينة رام الله المحتلة، آية الخطيب، رؤيا.